أم إذا أضمأت نرويها بدمائنا، وإذا نادت بروحنا نفديها. فتحية لكل أم مغربية مسلمة عاملة. ومعنا الناس من الدار البيضاء ومن جديدة كل شهر حاضرين معنا في هذا العرس، هو عرس تعتبر عرس الأم، لأن نهار الثلاثاء هذا احتفال باليوم العالمي للأم. ما تنساوش 21 مارس ما عندوش حل يديها للأم، وهذا عنده أمور الله يخليها للي ما عندوش الله يرحمها. وأنا جيت اليوم كنكلموا في التكريم لفعل كامل الأمهات. عندك الفم اللي وليتي منه كتكلم وعليها كتفهم، ركباتك على ظهرها، حصناتك بصدرها. السيدات اللي عندهم التكريم اليوم وهما يستحقوا هذا التكريم، والأم كيما قال السي القلاع وكيما كيقولوا كاع الناس هي شي حاجة كبيرة، ما كيعرف بحق الأم إلا المعنى. يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن، حنا اليوم كنقوموا بواحد التكريم وتكريم لثمان امهات من ولايه المحمديه. هو يوم العالمي للام اللي 21 مارس كنحتفلوا به. عندنا الام ثمان امها، الام المدرسه، الام المكونه، الام يعني اللي كتشتغل في الشان المحلي، عندنا الام المتقاعده، عندنا الام المتطوعه، عندنا الام المقاومه اللي عاشت المقاومه، وعندنا مميزه السنه مميزه وهي الام المهاجره من كونغو برازافيل، لان هي مناسبه بعوده المغرب لرجوعه الى الاتحاد الافريقي. الهدف ديالها هو اسعاد هذه الامهات، لان الام كما خدينا هذا الشعار، الام مدرسه الاذاعه تساعد الشعب الطيب الاعراقي. وكان بغينا دائما هذا النداء كنوجهوه للجميع خاصه المغاربه، نحتفلوا بداك 21 مارس لان يوم العالم للام، واخا نجمعوا هذه الامهات اللي عنده الام الله يخليها له، اللي ما عندوش الله يرحمها. وكنتمناو ان شاء الله الام هي عماد التنميه، لان الدول الراقيه يعني الحضاره ديال الحضاره كلها بصفه عامه، لان الام هي اللي عطات الحضاره. وكنتمناو ان شاء الله هاد الحفل عرف يعني توزيع مجموعه من الجوائز لكل 10 جوائز لكل مكرمه، اضافه الى حفل الموسيقى خاصه عرض الازياء والتعريف بعرض الازياء خاصه الملابس الجديده اللي في الموضه ديال 2017، وحضور مجموعه من الفنانين، حضور مجموعه فعاليات المجتمع المدني. وشكرا. أم وضحية، والحمد لله أن المدة ديال السنة، والحمد لله ودائما يدينا بالصحة لولادنا. فرحانة اليوم؟ فرحانة بالحقيقة قبلة. الله يعاونكم كاملين أوليد، الله يرضي عليكم، الله يكمل عليكم عناوين، يا زيد الله يعاونكم والله يحفظكم، الله يكمل عليكم كاملين أوليد. أولا وقبل كل شيء كنشكروا جزيل الشكر الأخ والصديق بو صابون ليزيد في هذه المبادرة الطيبة والمبادرة القليلة، يعني الناس اللي كيعملوا بحال هذه المبادرات وكيتفكروا الناس. تفضل معنا الطيب المسلم. كنشكرو شكرا جزيلا الشيخ الجزيل، لأن عرفت الأم كما سبق لكم هي منبع الحنان، منبع الطمأنينة والاستقرار، لأن الأم هي بناء قوي للحب الملكي والحفاظ علينا حتى تساهم في بناء المغرب بشبابه. سلم ليها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر جمعية نهضة الزناتة وفي شخص رئيسها سي يزيد أبو صابون على هذا التكريم، وكنشكروا على الأعمال اللي كيقوم بها على صعيد الوطن. وحنا وها هي اليوم الآن متواجدين
في القاعة كيحتفل بعيد الأم. الأم اللي هي منبع الحنان، رمز الاستقرار والاطمئنان، وهي الدراع القوي اللي كتحافظ على أبناء ديالها حتى كتربيهم تربية حسنة اللي كيساهم في بناء الوطن، بناء المغرب، بناء مغرب الغد بشبابه بنسائه بأطفاله. يعني أن الأم هي ركيزة المجتمع وبناء المجتمع اللي كيساهم في ازدهار البلد. الأخت ملكة ديالا، الأخت ملكة، الأخت سمير، تفضل معنا، تفضل يا أخت سمير، وهي تاسيدة فيها. هذه هدية من شركة كرتون. تفضل معنا السيدة الحاجة. مدام بحيت، مديرة إعدادية ثانوية غاليلي. بعد كان نبغي نشكر الأستاذ يزيد أبو صابون وجمعية نهضة زناتة على هذا التكريم اللي عملونا اليوم. وليزيد ما شاء الله دائما متألق بجميع المهرجانات والاحتفالات الاجتماعية بالمدينة، هو كأخ بمثابة أخ لي. ونوه مؤسسة وإعدادية ثانوية غاليلي، نوه بالمدير العام الأستاذ سعيد جميل الأخ الصديق. وحنا يا مسرورين لأننا قدرنا نعطيو شعلات العمل الاجتماعي لتلاميذات المؤسسة ديالنا، وشكرا جزيلا. السلام عليكم. انا فرحانه اليوم بهذا التكريم اللي دات لي جمعيه زناته للتنميه والتضامن، وتنشكر بزاف سي يزيد ابو صابون لهذا الاهتمام اللي عطاني، وتنشكر الناس اللي جاوا ساندوني والعائله ديالي، الزوج ديالي والابناء ديالي والام ديالي، وشكرا لكم. السلام عليكم. أنا فرحانة بالتتويج لهذا التكريم اللي دار لي السي يزيد جمعية النهضة زناتة. فرحانة به بزاف، وصراحة ما كنتش كنتظر هذا التكريم، عمرني ما انتظرت هذا التكريم حتى مني عيط لي، والله إلا فرحت بزاف. وديما صراحة السي يزيد ديما كيفاجئ الناس، وسيغتو المرأة المغربية كيفاجئها بزاف، وديما هو واقف مع الناس اللي في حاله اللي ما في حاله. صراحة والله إلا زعما شرف ليا كبير، وكنشكر السي يزيد بزاف أبو صابون على التكريم اللي دار ليا. بالمناسبة ديال عيد الأم كنشكر الجمعية ديال زناتة النهضة، التكريم ديالهم اللي اختاروني من بين النساء أنهم يتكرموا مدينة المحمدية. شكر الموصول لجميع نساء المغرب، نساء المحمدية ونساء العالم. وكنهدي هاد التكريم لروح الوالدة ديالي الله يرحمها، ولجميع أصدقائي إخواني أخواتي وزملائي في العمل. شكرا.